خلينا نروح للغة الأرقام والإحصائيات الحقيقة اللي محضرنا لنا زميلنا العزيز الدكتور أحمد بيومي. الحقيقة وجبة دسمة من الأرقام والإحصائيات، سواء للنادي الأهلي في مشوار كأس العالم وكأس السوبر المصري، أو حتى على مستوى منتخبنا في البطولة الأفريقية. بنرحب بالدكتور أحمد بيومي. يا ابو حميد كابتن، مساء الخير عليك، منورنا كالعاده في المحترف. كل سنه وانت طيب، وان شاء الله سنه سعيده عليك وعلى اسرتك وعلينا كلنا ان شاء كابتن الله. يعني كل سنه وحضرتك طيب، وكل الشعب المصري كلهم بخير طبعا، والاهلاويه على وجه الخصوص طبعا الف طبعا مبروك التتويج طبعا ببطوله السوبر، يمكن خير ختام لسنه 2023 واستقبال ان شاء الله سنه ميلاديه جديده، وان شاء الله الاهلي طبعا معودنا دايما على تحقيق البطولات ان شاء الله في السنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بطولات كثيره ان شاء الله في انتظار النادي الاهلي، وكمان منتخبنا ان شاء الله يعني يبدا السنه بانجاز كبير ان شاء الله، والفوز بالبطوله الافريقيه رقم 8 في تاريخه ان شاء الله. عارف انك محضر لنا حاجات مهمه جدا، وعلى مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر. يمكن تبدا مع مين؟ خلينا انت بالنادي الاهلي طبعا، ويبقى خير ختام مع منتخب مصر باذن الله. يمكن طبعا خلال 2023 وفي نهايتها طبعا هتبقى في طبعا فتره توقف، يمكن اعتبرها باذن الله تبقى فتره توقف باذن الله تكون مثاليه، ونقدر ان احنا نستغلها الاستغلال الامثل. خلال طبعا الفتره اللي فاتت الاهلي طبعا حقق برونزيه كاس العالم للانديه، حقق بطوله السوبر المصري، يمكن دي كانت تكون دافعه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. لو بصينا برضو على مشوار الفني اللي عندنا، هنتكلم على مارسيل كولر، يعني ده بالزبط. مشوار انت ده دي ارقام كولر في مشواره مع النادي الاهلي بالظبط. يمكن خلال الفتره الماضيه كان في يمكن هجوم مبرر وغير مبرر على مارسيل كولر. طب خلينا نشوف بالارقام احنا ازاي طريقه تقييمنا للمدير الفني. هل المدير الفني انت لما بتقيمه على مستوى الاداء ولا على مستوى النتائج؟ طب خلينا برضو نبص، هنلاقي ان هو لعب مع النادي الاهلي 82 مباراه، فاز في 55، اتعادل في 19، هزيمه في 8 مباريات فقط. طبعا احرز 152 هدف ودخل مرمى 52 هدف، ما حقق 6 بطولات. طيب انا النهارده لما يكون عندي مدير فني عامل نجاحات بنتكلم في 6 بطولات، نتكلم النهارده عندنا دوري ابطال افريقيا، محقق الدوري المحلي، محقق السوبر 3 مرات، محقق برونزيه كاس عالم الانديه، طب انا لما باجي اقيم مدير فني بقيمه على اساس ايه؟ هل النهارده البطولات دي مش كافيه؟ مع عدم قطع كلامك، هو تولي الاداره الفنيه 9/9/22، يعني بتتكلم في سنه وثلاث شهور بالظبط. طب انا لما اجي اقيم مدير فني، طيب خلينا نبص على مستوى الاداء. لو استعرضنا مثلا المعدل التحليلي، هل هو بيلعب بطريقه دفاعيه مثلا عشان نقول ان الاداء ما كانش فيه الارضاء الجماهيري، او ان انا ما بلعبش باداء هجومي؟ لو استعرضنا مثلا المعدل العام التحليلي، هنلاقي ان برده معدل العام التحليلي ليه بنتكلم في مستوى تهديفي اكتر من هدفين. بنتكلم النهارده عندنا مثلا معدل الاستحواذ، دي كان خلال اخر 7 مباريات. ده اخر 7 مباريات بالظبط، اللي بنتكلم في كاس العالم للانديه، بنتكلم في السوبر المصري، فمعدل الاستحواذ كان 50%. طيب هل ده معدل استحواذ منخفض؟ هنرجع نشوف هو كان بيلعب مين. كان بيلعب بطل اسيا، بنلعب في كاس العالم الانديه، بيلعب بطل البرازيل، بنتكلم على مستوى ايه من الفرق. فالنهارده هو ما كانش بيلعب البطوله او نازل المباريات دي على عشان يعمل استحواذ. مظبوط، يعني اختلاف الليفل، انت بتلعب في التوب ليفل والدوري المصري ايا كان، طبعا مع احترامنا لكل الفرق بيكون المستوى اقل شويه يعني. بالظبط. طب هينعكس بقى الرقم. طب هو مش بيلعب على الاستحواذ، هنبص على اجمالي الفرص، يعني عامل النهارده 17 فرصه، الاهداف اللي احرزها 12 هدف في 7 مباريات، فبرضه بنتكلم ان هو كان متواجد على صعيد الهجومي، دخل مرمى 7 اهداف، فبنتكلم برضه حتى على المستوى التهديفي اللي دخل مرمى في 7 اهداف، يعني بنتكلم هدف كل مباراه، على الرغم ان انت بتلاعب بطل اسيا، بتلاعب زي ما قلنا فرق مستوى ايه، فبنقول ان هو حتى على المستوى الهجومي او المستوى الدفاعي الراجل مقدم ارقام كويسه جدا. صحيح. على مستوى الاداء وعلى مستوى النتائج. يبقى اذا انت النهارده لما بتيجي تقيم مدير فني على مستوى الاداء، هو متواجد على مستوى البطولات، محقق لي 6 بطولات، فانا النهارده ليه الهجوم ممكن طبعا هو اكيد عنده بعض الاخطاء او ممكن بعض الملاحظات عليه، بنتكلم كان تقريبا ساعات بيتاخر في التغييرات، وارد ان تنتقد، لكن عمليه الهجوم الحقيقه بتبقى يعني ما بين قوسين كده هجوم، بيبقى الامور صعبه شويه، مش كمان النادي الاهلي اللي بيتهاجم، هي بيبقى في بعض الانتقادات على مستوى توقيت التغييرات، السرعه في الاداء التغييرات شويه، لكن الحقيقه زي ما انت بتقول اخر 7 مباريات الحقيقه كان مادي بشكل اكتر من مستوى رائع، مستوى تصاعدي كان اكثر من رائع. برضو نفس الكلام ده بالنسبه لمارسيل كولر. طب خلال اخر 7 مباريات برضو خلال ارتفاع
على المستوى نشوف برضو على مستوى اللاعبين هنلاقي برضو عندنا إمام عاشور أدى بطولة كأس العالم وكأس السوبر أداء أكثر من رائع. على المستوى الرقمي لو استعرضنا الأرقام الخاصة بإمام عاشور هنلاقي طبعا أنه لعب خلال السبع مباريات دول لعب السبع مباريات لعبهم بالكامل. عندنا برضو أرقام أنه طبعا تبعتوا لنا أرقام إمام عاشور يا رجالة. تمام بالظبط اللي عدد المشاركات خمس مشاركات من خلال ده في السبع مباريات الاخيره خلال السبع مباريات طبعا واحرز هدف مساهمته طبعا ساهم في الهدف في هدف سيراميكا اللي كان هدف مؤثر طبعا وساهم ان الاهلي يصل للدور النهائي. اللي يهمني هنا برضو بعيدا عن الاهداف ومساهمته في الاهداف صناعه الفرص صنع 12 فرصه فهو موجود بشكل قوي جدا على المستوى الهجومي مع فريق النادي الاهلي. نتكلم النهارده على ارقام هجوميه عاليه جدا التمريرات الصحيحه بنتكلم برضو بنتكلم في فوق ال 90% التمريرات الصحيحه ليه. صناعه الفرص زي ما قلت لحضرتك هي دي اللي تهمني عامل 12 فرصه خلال السبع مباريات طبعا هو شارك في خمس مباريات منهم فبنتكلم برضو على اداء اكثر من رائع. لو استعرضنا الهدف محاولاته على المرمى تسعه برضو عدد كبير ان هو راجل برضو بيروح على الجون يعني عنده خطوره سواء على مستوى الاسيست او على مستوى الفرص اللي بيصنعها لنفسه يعني بالظبط.